بص النهارده بقى احنا في مكتب جلنار، هو عامل طبعا عروض تحفه، هو لانجري بس. ده طقم ثلاث، السلام عليكم، ده طقم ثلاث قطع تمام ابيض، الالوان ان شاء الله هيتوفر بس عايز شويه وقت. ده منه الابيض بس دلوقتي. ايوه قميص وهدوم. 125 125 وثلاث قطع. في موديل ثاني ماشي ابيض برضو بس ابيض ان شاء الله، بس هيجي لك منه الوان ان شاء الله. بصوا شكله عامل ازاي. ده ثلاث قطع، ثلاث قطع بكام؟ 125 125 ماشي. ورينا في ايه تاني. قول لي كده الروب ده عامل كام؟ ده عامل 110 110 هو برضه عليه 10. بس هو طويل قوي وفي منه الوان. بص انا شايفه فيه كده الوان اهي، في الجنزاري واللبني، في لبني والنبيتي، ثلاث الوان. بصوا شكله، ده الجنزاري وده النبيتي اللي احنا وريناه لكم، هو موجود الاحمر في الوان. ماشي، في حاجه زي كده متاح منه الوان وابيض. بصوا اساسا الحاجات دي لو غسلتها ما بي مش لا. هيبوظ لا ان شاء الله. طب ماشي، ده ثلاث قطع برضو. أيوة ده عامل 160 160 ايوه. لا ده قطعتين، قطعتين القميص والروب. طيب ماشي، ده 160. الحاجات دي بتلبس مثلا لحد قد ايه؟ لحد 85 كيلو، من خمسة. اول 60 لحد 85. طب عندكم مقاسات خاصة؟ متاح ما شاء الله. ماشي، وريني كده واحد. طب من المقاسات الخاصة؟ بيلبس لحد 160 كيلو. ده لحد 160 كيلو؟ بصوا يا جماعة ورينا كده، استنى بس نفتح كده وري الناس. ده قطعتين؟ قطعتين ان شاء الله. بصوا ما شاء الله، بصوا هو فتحه كده على الاخر اللي هو لحد 160. بصوا ده الروب بتاعه، ورينا او نخش بقى على الالوان بقى. ده لحد 80 يعني، لحد 85 85. ده قطعتين في منه جميع الالوان ان شاء الله. ده جميع الالوان. بصوا عامل ازاي، بصوا الاساس ان دول مكرز مع الجوبيه، عامل 195 195 ماشي. في حاجه زي كده برضه عاملين عليها عرض حلو، 225. بصوا هو لونه خطير، ده في منه الوان، في منه الوان، في منه السيلفر واللون. بصوا. ده طالع جديد، سيلفر مع كشمير. ده اللون ده كشمير. ايه ده قلت لي قطعتين صح؟ ايوه ده قطعتين، القميص في برو. ده عامل كام بقى؟ 225 225. بصوا شكله كتير. في حاجه زي كده برضه عليها عرض قوي، 125 125 شكله خطير بصراحه. طبعا الحاجات دي عندكم بتبقى مستورده صح؟ الجبير مستورد والخامه مستورده، متصنعه هنا في مصر بالظبط، لان الحاجه بصراحه شكلها خطيره. ده عامل كام قلت لي؟ ده 125 125. بصوا ده برضو عامل 160. هو ده قطعتين، ثلاث قطع. أيوة. الشورت، الشورت والقميص والروب. بصوا ده الشورت ودي القميص وده كده الروب. خامه مستورده ان شاء الله، هي الخامة باينة، عشان كده سألتك الخامة مستوردة ولا لا. وريني ده كده، ده اللون التاني بس الوان يعني، بس احنا عشان الوقت مش هنطلع. بصي ده النبيتي، ده كده بطيخي برضو، شكله خطير خطير خطير. ده قلت لي بكام معلش؟ ده 160 160. في حاجة زي كده جبال مستورد برضو، وريني كده شكل. بصوا ده الظهر، ده الوش اهو، ده عامل كام؟ 170. ده متطبق 170، هو قطعتين بس. قطعتين. بصوا عامل ازاي، بجد الخامه يا جماعه تحفه. ده اللي احنا شفناه هناك ال 160، دي الوانه. طالي بس كده ما شاء الله، يعني هو عنده يعتبر كل الالوان. ده الابيض اللي احنا شفناه هناك، ده الاحمر وده الاحمر، واللي في ايدك ده اللي هو ده التركويز. بصوا خطير. ده قلت لي بكام تاني؟ 160. ماشي، بصوا ده طويل قوي ما شاء الله. بصوا ده قميص مع الروب طويل فرو، حاجه جديده. ده عامل كام؟ ده عامل 250 250، هو قطعتين بس صح؟ الروب واللي هو القميص. يعني كده بصوا اساسا هو حتى البتاع عاملين فيها شكل كده، شكله خطير. بصوا اساسا الحزام عامل ازاي، القميص فيه شغل برضه. بصوا دي خامة ايه معلش عشان شكلها حلو قوي، ده فرو مستورد. القميص ماشي. ماشي ده عامل كام قلت لي؟ 250 بس. طب بصوا هو في كمان الرباط من ورا، تقدري انت تضيقيه وتوسعيه براحتك، تضيق وتوسع براحتك. ماشي بصوا ده عامل 200. بصوا عامل ازاي، نفتحه كده. وبرده هو طويل، ده في منه الوان. ماشي، في منه الوان، في منه
بصوا ده اللون، ده القميص الطويل وده القميص القصير والشورت والروب. عنده قميص طويل وقميص قصير وشورت والروب. بصوا طويل ازاي، ده عامل كام قلت لي؟ القميص برده فيه شورت. اه بصوا عامل ازاي القميص من تحت، اربع قطع. ده اربع قطع، عامل كام؟ 200 جنيه ان شاء الله. بصوا يا جماعه صفاتي ماشي. بصوا هما كمان عندهم بيجامات، دي 8 قطع، دي عامله كام؟ عامله 335. في منها الوان، في منها جميع الالوان. بصوا الكحلي وده الكحلي، ده السيلفر، ده الابيض اهو. انت قلت لي عامله كام؟ 335. ماشي. بصوا بيجامات تركي بكام؟ تول مع شبان مستوى. بصوا دي عامله كام طيب؟ دي عامله 210. 210؟ ماشي. هناخد لكم جوله كده سريعه برده في المكتب، وعنده حاجات تحفه بصراحه. عليها عرض حلو برده. دي ب 200، هو الروب والقميص والبنطلون. بصوا اساسا خطيره عامله ازاي، دي ماشي جليتر مستورد. جليتر مستورد، وطبعا الحاجات دي يا جماعه ما بتبص في الغسيل خالص، مع الوقت ممكن مع الوقت بقى. لا مش من على طول بالظبط. ماشي. بصوا بقى هما كمان عندهم حاجات كده خطيره من هنا، انا حبيت بس ان انا اخد لكم جوله كده سريعه. هم عندهم اشكال والوان وحاجات كتير تحفه. بصوا ما شاء الله، يعني هتيجي يعني هتشتري. بصوا الجليتر ده اساسا خطير، ده برضو. بصوا وده كده المحل كله.